رمني كطلع على حمزة. تبارك الله ما شاء الله. شوف 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 تبارك الله ما شاء الله حمزة ما شاء الله. السلام عليكم جمهور قناة العصر. المقطع ديال اليوم من عند الأخ حمزة ورجعنا عنده من جديد. والفيديو فيه بزاف ديال الحوايج وفيه بزاف السلالات وفيه واحد الخدمة مع الكلب هيغو وفيه واحد الخدمة مع كلب آخر سلالة البرجي ألمون كاسي عنده كارنيجي بيديغري وواحد الكلب آخر ديال المالينوات هو عنده الكارنيجي بيديغري. والأخ حمزة راه كيدريس الكلاب وكيبيع الكلاب واللي بغى يدريس شي كلب واللي بغى يشري شي كلب غنخلي لكم الرقم ديال الأخ حمزة وغنخلي لكم القناة ديال الأخ حمزة كذلك وفي أول تعليق غتلقاو القناة ديال الأخ حمزة وغنخلي لكم القناة ديالي الثانية اللي عجبو هذا الإنسان وبغى يتبعو في اليوميات ديالو راه كاين واحد القناة سميتها ياسر ابتسام حتى هي غنحطها لكم مع قناة حمزة ودخلوا تابوناو تابوناو لحمزة تا هو تابوناو ليا في القناة وديروا لي لايك ولي كومونتير ولي بارطاج وشكرا لكم وتحية عائلة قناة العصر. واش قلتي لنا حمزة؟ السلام عليكم. بالنسبة للسؤال اللي سولتيني عليه نتايا أيه. بين الناس كاملين غيسولوا غيقول حمزة كيدريسي وما قادرش يرجعوا ديسيبلين انا مخليه كاغريسيف على قبل لاكا خدام ليا لاكا دابا هذا هو اللي سولتيني هذا السؤال. المره الجايه فاش دير فيديو تلقاه كيلعب وكيدير كلشي ان شاء الله. هذه دايره ديسيبلين راه عرفت ولكن اي واحد ما كيتيقش فيه لا نطلقوا ما يبقاش ديسيبلين فهمتي كيلعب على فراس حاضر التريطوار ديالو اما ان شاء الله المره الجايه تجي هذا الكلب راه داير حمزه للحراسه وبلا كمامه وتبارك الله وراه بالكارني ديال البيديغري ديالو هذا الكلب اللي كتشوفوا فيه انتم ان شاء الله. وهذا الاكس اللي جاي غادي تعرفوا كي يطلق كي يطلق هذا كيخدم بلا ما يطلق كيبقى ايه غادي يطلق المرة الجاية حمزة ان شاء الله غنشوف هاد الكلب بلاك ماما ياك حمزة ان شاء الله. كوب اي نو كاع كوب 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 اي با بوجي قبيحتو كيتحرك هادو راه كلب شرس شرس ديال بصح والحراسة وديسيبليني في نفس الوقت حتى انتوما كتشوفوا الدريساج بارك الله فيك الله يحفظك. عرفني بيلويس. هذا الكلب سميتو لويس بيلويس 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 سلالة المالينوا اييه واش ممكن تقولنا على هذا الكلب حمزة؟ ايوا بيلويس سلالة المالينوا 100% بيديغري ان شاء الله هو الاكسبو جاي قريب اييه ان شاء الله. بيلويس راه غيبقى ان شاء الله ضروري في الاكسبو المهم حنا راه كنوجدوا فيه راه كان ضعاف شويه اييه سخسخ ولكن دابا الحمد لله راه بخير خير راه بدا العام هذا. المهم حنا كاع لي زانفورماسيون غنعطيوهم وفاش يكون الكونكور ان شاء الله راه غادي نعطيو معلومات واللي بغى يمشي يتولع قبل الكونكور ومع الكونكور ان شاء الله. حمزه خويا كتعرفوا راه كاين وفين غيكون الكونكور؟ ما عارفينش دابا حاليا باقي ما عارفينش مع هذا حاليا ما كاين والو في هذا الكونفير محبوس هذا الشيء تحيد الكونفيرم ان شاء الله اييه ومرحبا. دابا هاد اللعيبه اللي كدير لها حمزه غنقص ليها شويه ديال الزغب ديال البدانه باش يبان لك الكلب اييه وكدير لي شحال من مره مثلا في الاسبوع ولا هي ما كنديرهاش لي بزاف باش الزغبه تبقى من بريونس تحت من الاخر اييه حيت ما حد داك كتبروسي فيه هي غادي تبات لي فهمت كيفاش ما خليتيه يكمل قد ما بقى بحال هكا مزيان ما بروسيش بزاف كيبدل دغيا بالزربه فهمت الحمد بحال كيسخن باش يبدل بزاف وكيبدل مره في العام الا كان صغير راه كيبدل شحال مره وكيفاش كيكبر كيبدل مره في العام داك الشيء اللي كاين الحمد بلويس اسي لا تبارك الله هاتي ما كتشوفوا راه حمزه كيولع فينا Yeah.
وهذا راه هو الكلب هيغو تبارك الله ما شاء الله. انتما كتشوفوا واحد الكلبة كتطلع على حمزة من الفوق من فوق السور. تبارك الله ما شاء الله. شوف الكلبة فين طلعت. شوف 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 ما شاء الله راه ملي كتطلع على حمزة. تبارك الله ما شاء الله. شوف 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 تبارك الله ما شاء الله حمزة ما شاء الله. هانتوما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله قصداتني. وهانتوما كتشوفوا هيغو ما شاء الله. هانتوما كتشوفوا الخدمه ديال حمزه. وهذا هو هيغو. وهذا الكلب راه كلشي كيعرفوا في القناه. كاع الناس اللي كيتفرجوا في قناه العصر راه كيعرفوا هذا الكلب. دبوسي تبارك الله ما شاء الله. علي طق طق اون بي اون سي نتوما كتشوفوا فين صيفط حمزة عقوبة. اطلع اطلع مزيان تبارك الله ما شاء الله. ريس طابوجي ريس كوش كوشي ايكو كوش طابوجي باشاش ما نمشي نجيب ما نمشي نجيب زي 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 انتوما كتشوفوا الخدمة ديال حمزة تبارك الله ما شاء الله. قاعد حزرة طابوج ما يخلينيش نقيسها سعدي عندك ذا ياك انا دمي تو غونتر بيي با توشي ابو ابو هيكو هزين كاين تحسادي سيرس سيرس تما ياك سيرس تما نشوف كاين سيرس هنا هيك بلا تستاهل سيرس تبارك سيرس سيرس تما هيكو مزيان يلاه سيرس شوف واش كاين يلاه جبد ديالك شوف مزيان تحت منه واش كاين هيكو سيرس يلاه سيرس وهذا هيكو شو
بوجي. واش ممكن تشوفوا تبارك الله، واللي بغى يدير شي شكل يتواصل مع حمزه ونخلي لكم الرقم في الفيديو. واش ممكن تشوفوا تبارك الله، طلع مزيان. يلا يلا تبارك الله ما شاء الله. وهذا هو هيكو، حاجه نقيه تبارك الله. واش ممكن تشوفوا هيكو، وهذا هو البطل ديال الفيديو. الحا حمزه مرحبا، بارك الله فيك. كلهم ابطال، كاين كلهم ابطال فيرويس، ولكن فيرويس ما قدرتش تلقى حداك حيت قلت اغريسيف شويه. اغريسيف راه غتشوفوه تو في الفيديو. انا مخلي اصلا خدام ليا لاكارد، اييه يعني كلب ديال لاغريسيف ديال الحراسه، راه ما قدرناش كاع نخدموا معاه بلا كمامه. الناس تلق فاتني قلت لك اللي قدامو ما يلقاو فيه والو. تبارك الله حمزه، ها تبارك الله ما شاء الله. هذا حمزه بيرجي كاسي، باش نقربوا للناس من هذا السلام. بيرجي المونكاسي كارني بيديغري ديالو توجد فيه حمزه، كتوجد فيه و كومبوزيسيون دو بوط. ياك حمزه نو، هانتوما كتشوفوا لاكاس، هانتوما كتشوفوا راه ديال طريقه الخدمه باش يدخلوا الكونكور. وكاين واحد الرينغ تيدوروا عليه، خاص ديما الدراري يوجدوا كلابهم باش يدخلوا لذاك الرينغ ويدوروا بطريقه صحيحه ويبينوا المشيه ديالهم. لكن كالمي باقي خير، اييه. هانتوما تبارك الله واغريسيف، هو ما كيعضمو ولكن الحرشو راه لا حرشو حمزه راه تبارك الله ما شاء الله. بعد شويه باش تشوف حتى الكالوباج ديالو، اييه واحد غيولعنا. نو فيغاس، تبارك الله انتما كتشوفوا لاكاس. وهذا البرج المون راه تبارك الله شي حاجه بزاف، وراه ما شاء الله انتما كتشوفوا الوقفه ديالو. بيرجي كاسيب معنى الكلمه، وحمزه تياخذ الوقفه ديالو. هاد الوقفه ضروري في الكونكور ديال البوطي، هي والدوره ديال الرينغ، وكيعبروا لهم واحد المقاييس حمزه ديال الصدر، وكيقلبوا لهم السنان. ياك حمزه ضروري. وشحال عنده في السن؟ عنده 3 سنين ونص. هذا عنده 3 سنين ونص تبارك الله ما شاء الله، وكارني بيديغري. وما نعاودش لكم، وراه كلب ما شاء الله ما شاء الله، شي حاجة الطب ديال الطب حمزة. علي فيك، علي يب. علي هانتوما كتشوفوا تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. علي هاب هاب هاب. المهم راه حتى حاجة ما كتجيب السهل، وكلشي كيجيب الخدمة والعمل وحب التعلم. وراه بنادم شي يتعلم شوية بشوية، والأخ حمزة راه تبارك الله ما شاء الله راه معروف. بابوجي هاي الشيخ، هي راهي الخاله في لسان شتو تبارك الله. وشوفوا لي دون، وكيقلبوا لي وكيعبروا لي بالصدر حمزه. ياك اخي العبارات ديال بيرجال مورا بيني ومعروف. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش داكشي، علاش نحاول نبقى نسول فيك حمزه هذه الاسئله. الناس اللي ما عارفينش راه اللي تفرجوا كيعرفوا، راه باين اللي داكشي اللي كاليتي ديال الحاجه الدوريجين، وباين الكاليتي ديال الحاجه اللي ماشي دوريجين. داكشي اللي كاين اخ حمزه، ماشي نجيب لك بيرجي هادي ونقول لك بيرجي الو. داكشي اللي كاين. واخ حمزة اش ممكن تقول لنا على هذا المالينوا؟ هذا السامونغو عنده دابا شي 9 شهور في عمره. عنده 9 شهور في عمرو. ديسيبلين اغريسيف، ديسيبلين اغريسيف، كاركتر ترافاي. ايه راه حمزة كيحرك لي المونشيط تبارك الله ما شاء الله. واللي عاشق المالينوا واللي بغى شي كليبات ديال المالينوا يتصل بحمزة، وراه عنده كليبات ديال المالينوا. واللي بغى شي حاجة يتواصل مع حمزة، والرقم اللي غيدوز في الفيديو ان شاء الله. هذا بادو عنده شي 10 شهور، عنده 10 شهور ونص شويه ما بيناتهمش بزاف. المهم اللي عجباتهم المالينوا يتواصل مع حمزه، وراه عنده شي كلاب، والرقم غيدوز في الفيديو. وهذا تا هو شتو، ها هو حمزه غيولعنا. وعاود قول لنا حمزه هذا شحال عنده السن والاسم ديالو؟ لا هذا ماشي للبيع، هذا السن ديالو حمزه والاسم ديالو؟ عنده شي 13 شهور. ايوا والاسم ديالو؟ رامون هذا. وله هذه ريسي، هذه ريسي راه حتى هي معروفه في قناه العصر. نو
وعندها فيديوهات في قناة العصر عندها شي جوج مقاطع. هانتوما كتشوفوا تبارك الله وكتشوفوا الكلاب ديال حمزة وراه ماشي ساهل تربي 100 كلب ولا ياك حمزة ماشي ساهل يكون عندك 100 كلب وكلهم كتقوم بهم وكلهم تتقاد لهم الامور ديالهم. كاين مال امبيونس وجو ونشاط والولاعة والعشق للحيوان اون جينيرال. هاتوشي وهذا اخ حمزة وعندو 11 شهر هذا 11 شهر وهاتوما كتشوفوا واللي عاشق المالينو باغي المالينو يتواصل مع حمزة وراه عنده كلاب مالينو والسن ديالو حمزة 11 شهر هاتوما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله راه كليبات زوينه. راه نخليكم الرقم ديال حمزة في الفيديو اللي عجبته شي حاجه يتواصل معاه مباشره. هاد الكلب راه للبيع. المهم عيط الحمزة اللي باغي المالينو راه عنده مالينو وباغي شحال بياسه باغي يبيعها وتواصلوا معاه مباشره وراه عنده حتى الواتساب وكاين الروض. قول لهم السلاله حمزه اللي عندك باغا تباع كاين الروض كاين الدانوا كاين الشاوشاو كاين المتواوي ديال البيرجي المو كاين البوردو كونغلي كاين اللي راس باغي نحيدهم بزاف اللي راس ما تواصلوا معاه عاوتاني الولاعه ديالي المالينو ان شاء الله حمزه والله يوفقك واللي بغى شي حاجه من السلالات. وهنا الاخ حمزه اش كاين؟ هادي متودي الدوغالمو الدانوا هادي الدانوا الدوغالمو صحيح يا حمزه الكلب مازال كانت ضعيفه راه مازال بداش كتمزح بداش كتشارجا باش كيغلاض وتقول لك راه صحاح هما ديال لاشاس هما ديال الصيده هاد السلاله ديال الصيده. وشحال كيوصل تقريبا الثمن؟ الحلوف ماشي شحال كيوصل الثمن ديال السلالة حمزة؟ اخويا هذه كنقول فيها 7000 درهم. اه 7000 درهم تبارك الله. Ha ha ha!